أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر أكثر من مرة، ويقول سائله: إن بعض طلاب العلم هداهم الله صار بينهم تعصبات وحساسيات بين بعضهم، بين طلاب العلم وشباب الاستراحات، علما بأن الطرفين يجعلون الذهاب للاستراحة إما بدعة والطرف الآخر يجعله جائزة. والسؤال: ما حكم الذهاب إلى الاستراحات علما بأن برنامجهم يبدأ بعد صلاة العصر، يلعبون الكرة، ثم بعد المغرب ذكر أو درس أو إلقاء كلمة، ثم بعد صلاة العشاء يتناولون طعاما ويلعبون كرة إلى الساعة إلى منتصف الليل في كل يوم أربعاء؟ وهل يجوز أن يكون هذا من باب الدعوة إلى الله؟ وهل يدخل فيه جماعة الإخوان؟ والله هذه مشاكل حدثت، الاستراحات وهذه من المشاكل. والشباب إذا كانوا يريدون الخير المساجد مفتوحة، يجون يصلون ويحضرون الدروس ويستفيدون. أما هذه الخروجات وهذه الاستراحات والتجمعات أنا لا أنصح، ولو سموها دعوة ولو سموها طلب علم أنا لا أنصح بالذهاب إليها، لأنها لا تخلو من مقاصد ومن أشياء، ومن أن يندس فيها من يستغلها للتشويش على الشباب. فأنا لا أنصح الشباب بالذهاب إلى هذه التجمعات، أنصحهم بالمجيء إلى المساجد، إلى بيوت الله عز وجل، واستماع الدروس وحضور الصلوات مع المسلمين. وإذا خرجوا يذهبون إلى بيوتهم وعند والديهم وعند أهلهم، هذا هو الذي أنصح به. والوقت الآن وقت فتن، الوقت الآن وقت فتن يروع، فعلى الشباب وعلى أهلهم أن يتحفظوا غاية التحفظ من هذه التجمعات. هذا الذي أنصح به. نعم.